بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. فضيلة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، فضيلة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور عبد الصبور مرزوق الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الحفل الكريم، أحييكم جميعا كل واحد باسمه، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحديث بين العلماء يجب أن يكون حديثا واضحا مركزا، خصوصا في تلك الأيام التي كثرت فيه الشبهات والاتهامات الباطلة لشريعة الإسلام. ومن هذه الاتهامات زعمهم أن هذه الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عدوانا من المسلمين على غيره، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. غزوة بدر التي نحتفل بذكراها اليوم كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب العدل ويأمر عباده بأن يدفعوا الظلم إذا ما نزل به. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. غزوة بدر كانت بأمر من الله عز وجل وبإذن منه سبحانه، بإذن منه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بأن يدافعوا عن أنفسهم بعد أن أخرجهم المشركون من ديارهم ظلما وعدوانا. وآن للمظلوم الذي أخرج من بيته ظلما وعدوانا أن ينتصر وأن يدفع الظلم عن نفسه. لذا بعد 15 سنة تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 13 سنة قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، تعرض خلالها هو وأصحابه لألوان من الأذى، لألوان من الظلم، لألوان من المقاطعة، لألوان من المساومة، لألوان من الاضطهاد، لألوان من الترغيب، لألوان من الترهيب. وكانت النهاية أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة وأسسوا دولتهم، وجاء الإذن من الله سبحانه وتعالى للمسلمين بأنه قد آن الأوان لكي يدافعوا عن حقوقهم. ونزل قول الله سبحانه:
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فكانت غزوة بدر، وإذا الذين يقولون بأن تلك الغزوات أو على الأقل بعض هذه الغزوات إنما هي لون من الإرهاب هم كاذبون فيما يزعمون، لأن شريعة الإسلام تمد يدها بالسلام إلى كل من يمد يده إليها بالسلام. غزوة بدر كانت من أجل الدفاع عن الحق والدفاع عن الدين والدفاع عن النفس بعد أن أخرج المشركون المسلمين من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والجهاد في الإسلام كما نعلم إنما شرع من أجل أمرين أساسيين: الأمر الأول الدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض وعن الأرض وعن الوطن وعن كل ما يجب الدفاع عنه. الأمر الثاني شرع الجهاد أيضا في الإسلام من أجل نصرة المظلوم ومن أجل الوقوف إلى جانب المظلوم حتى ينتصر ومن أجل الوقوف في وجه الظالم حتى يندحر. كانت غزوة بدر من أجل الدفاع عن الحق ومن أجل دفع الظلم، وكذلك جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإرهاب فهو عدوان على الآمنين وقتل للناس واعتداء على حرماتهم وهدم لمساكنهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق سوى أنهم يقولون ربنا الله وسوى أنهم يدافعون عن حقوقهم. هذا هو الإرهاب الذي تلفظه شريعة الإسلام. ولما كانت غزوة بدر إنما كانت بإذن الله ومن أجل إعلاء كلمة الحق، نجد أن الله سبحانه وتعالى يسوق للمسلمين البشارات المتعددة، بشارات متعددة ساقها الله سبحانه وتعالى للمسلمين قبل هذه المعركة وخلال هذه المعركة. من بين هذه البشارات رؤيا السيدة عاتكة، من بين هذه البشارات الروح المعنوية، الروح المعنوية كما سمعنا كانت بالنسبة للمسلمين في أسمى صورها وفي أعلاها، بينما كان المشركون كانوا متنازعين متفرقين لدرجة أن بعضهم وقف بينهم وقال لهم إن تجارتكم قد نجت وعودوا إلى بلادكم، عودوا إلى بلادكم واعصبوها في رأسي وقولوا جبن عتبة وأنتم تعرفون أني لست جبانا. كانت صفوفهم ممزقة وكانت روحهم المعنوية منحطة، بينما كانت الروح المعنوية كما سمعنا روحا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. كانت الأمطار نعمة للمسلمين قبل المعركة ونقمة بالنسبة للمشركين. الملائكة تثبت المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا كان الحديث في هذه الأيام يدور عن الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، فسبق لنا أن قلنا في مقالات متعددة
الخطاب الديني هو النابع من القرآن الكريم، وما نجد أن القرآن الكريم يواكب الأحداث ويعلق عليها. ففي غزوة بدر نزلت آيات متعددة من سورة الأنفال تبين موقف المؤمنين وتبين موقف غيرهم. ومن بين الدروس التي علمتها للمؤمنين درس التواضع وعدم التباهي، وإنما ننسب الفضل دائما إلى الله سبحانه وتعالى، ونستمد منه العون، ونستعد ونباشر الأسباب. وإذا ما كنا كذلك فلن يضيعنا الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يديم على مصر وعلى شقيقاتها بل وعلى العالم أجمع نعمة السلام ونعمة الأمان ونعمة الرخاء ونعمة الاطمئنان. ونقول لسيادتكم جميعا كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.